سؤال يعني ربنا يدي الزوجة معونة، بتقول أنا متجوزة وجوزي متسبب في أذى جسدي ونفسي ليا ولعيالي، ربنا حبيبتي يسندك. والمهم بعد 10 سنين جواز وضغط عليه من الأباء والكنيسة قررنا إن هو كل واحد منا ينفصل مؤقتا لغاية لما الأمور تهدى. هو بيديني مبلغ كل شهر، مصاريف العيال تشمل كل شيء، المفروض أطلع منها عشور ولا لا؟ السؤال ده أنا عجبني قوي الحقيقة، السؤال ده عجبني ورسالة لكل زوجة، يعني إزاي الأمانة مع ربنا بالرغم من الظروف الصعبة، ورغم أن المبلغ بسيط. وهي بتقول مع العلم أنه مش بيدفع عشور علشان قدسك، ما تفتكرش أن جوزي دفع عشور عنهم قبل ما يديهم لي. أنا أشجعك طبعا أنك تدفع العشور، أشجعك، واعتبري أن العشور اللي أنت هتقدميها هتكون سبب بركة أكتر وأكتر، وتخلي المبلغ البسيط ده يكفيكي ويزيد. بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعبا. الحقيقة أنا السؤال دوت بالنسبة لي لطيف جدا، لأني عموما السؤال التاني برضو عن الجواز فيه انفصال، لما نيجي نجاوب وهقول كده عنوان بسيط فكروا فيه، عمر ما الانفصال بيكون حل، عمر ما الانفصال بيكون حل، رغم أن هي متأزية لكن راضية وعايزة تحافظ على بيتها على عيالها وتربيهم كويس، وبتسأل المبلغ دوت ندفع منه. أنا أشجعك ما تعتبريش أن المبلغ هيقل، المبلغ هيزيد بزيادة 100 مرة. المسيح يقول كده يأخذ 100 ضعف، يأخذ 100 ضعف في هذا الزمان وفي الآتي. ربنا يسندك ويقويك.